الحرب العالمية الثانية بعام، أي في عام 1938، اجتمع زعيم ألمانيا آنذاك مع كبار جنرالاته وقال: أنا مصمم تماما على أن تشيكوسلوفاكيا يجب أن تختفي من الخريطة. وفي عام 2022 وعبر شاشات التلفزة، وصف بوتين أوكرانيا بأنها مستعمرة ليس لها حق تاريخي في الوجود. كان الأول غاضبا من قيام بلد على أنقاض بلده الأم النمسا، في حين الثاني أشد غضبا على اقتطاع بلد من بلده الأم الاتحاد السوفيتي. اختلف الزمن والحلم واحد. موقع سكتيتور البريطاني نشر مقالا يتحدث فيه عن اعتقاد لدى الغرب بسير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خطى الزعيم الألماني الذي تسبب بالحرب العالمية الثانية، بالاعتماد على عدة شواهد ومواقف وأحداث وحتى طرق تفكير جمعت الطرفين. وهذا ما تجلى بحرب سيد الكرملين الأخيرة على جارته أوكرانيا. وفي الحديث عن الحرب وأسبابها السياسية والاقتصادية والأمنية، لا يصح تجاوز شخصية بوتين وعقليته كأحد أسباب هذه الحرب. فالرجل، أي الرئيس الروسي المولع بالتاريخ والذي ربما يعيش داخله، يعلم جيدا كيف يحفر اسمه فيه. ليس مهما أن يذكره هذا التاريخ كرجل طيب أو شرير، بقدر ما يذكره كرجل أعاد أمجاد الماضي وسعى لهيمنة بلاده على هذا العالم، تماما كما فعل الزعيم النازي الذي آمن بسيادة ألمانيا على الجميع. وفي المقارنة بين الرجلين، حتما ستكون البداية من حيث الانهيار، فألمانيا القديمة خرجت من الحرب العالمية الأولى مهزومة بإذلال وبفرض شروط مهينة عليها من قبل المنتصرين، ما تسبب بجرح في كرامة غالبية الألمان، وتلك نقطة أحسن زعيمها اللعب عليها. كذلك روسيا خرجت من الحرب الباردة مكسورة، لا بل منهارة، بسقوط اتحادها السوفيتي، ثاني أعظم قوة عرفتها البشرية في العصر الحديث. جرح ما زال ينزف في قلوب كثير من الروس، ولعل بوتين أحد هؤلاء المجروحين. لذا تعتبر هذه نقطة انطلاق للمقارنة بين شخصية الرجلين. وفي ذات السياق تتقاطع أوجه الشبه بين الاثنين أيضا، من حيث المتاجرة بالعرق واستغلاله كذريعة لشن الحروب. ولتوضيح هذه النقطة، العام 1938 تذرع زعيم الرايخ بفكرة اضطهاد الحكومة التشيكوسلوفاكية لأقلية تنتمي إلى عرقه، ليكون هذا مدخله لشن الحرب على جارته. وفعلا هذا ما حصل العام 1938، وهي السنة التي سبقت الحرب العالمية الثانية. وفي تفاصيل تلك الحرب التي اعتبرت مقدمة للحرب الكونية الكبرى، كان هدف الرايخ يتمثل بتفكيك تشيكوسلوفاكيا، ومن هنا أعاد التاريخ نفسه، لكن هذه المرة بزعيم آخر، والذي أعلن مؤخرا شنه حربا على جارته أوكرانيا تحت ذات الذريعة، وهي حماية أقلية روسية فيها، كما تشابه فيها ذات الهدف المعلن وهو تقسيم أوكرانيا. وأكثر من ذلك، كل من الرايخ والكرملين أعلن أن ليس لجارتهم الحق في الوجود، فأحدهم أعلن مسحها من الخريطة، والثاني قال إن وجودها كان خطأ. وكما نادى أحدهم بحماية العرق الآري، سمع العالم أجمع في اجتماع بوتين مع قادة الاتحاد الروسي كلمة العرق السلافي التي رددتها عضوة في مجلس الاتحاد القومي. ولأن التشابه لا يقف هنا فقط، فكلا الزعيمين الألماني السابق والروسي الحالي أظهرا لشعوبهما أنهما متدينان، فالأول وضع الصليب في قلب رايته، والآخر يكاد لا يبدأ حربا أو معركة قبل زيارته للكنيسة والتبرك فيها. وأيضا كلا الشخصيتين لا يخفيان كرههما للغرب، فالأول كان يمقت بريطانيا وفرنسا ممثلة الغرب في ذلك الوقت، والثاني هو أبرز المعادين للولايات المتحدة الأمريكية قائدة المعسكر الغربي الحالي.
وفي استكمال سرد الشواهد على التشابه بين الماضي والحاضر، فكما تحالف دكتاتور الماضي مع دكتاتوريين آخرين في زمنه كالذي في إيطاليا، يتحالف دكتاتور الزمن الحاضر مع عدة دكتاتوريات في وقتنا الحالي، على رأسهم الصين وكوريا الشمالية. وهذا ما يصل بنا إلى العنوان الأبرز في هذه المقارنة، وهو الطريق إلى الحرب العالمية. وليست الحرب هي الغاية في الماضي أو الحاضر بقدر ما هي الوسيلة للاستيلاء على العالم. وقد يبدو الأمر مبالغا فيه فيما يخص زعيم روسيا، لكن بالنظر إلى شخصيته والتشابه مع شخصية الزعيم الألماني فهذا أمر وارد، وربما أكثر من وارد. فبوتين مؤخرا ألمح إلى أن النووي الروسي حاضر، وهذا يعني البدء بحرب كونية جديدة. فرجل كسيد الكرملين لم يغامر باقتصاده وسمعة بلاده كما فعل مؤخرا بحربه على أوكرانيا والعقوبات الغربية التي أدمت اقتصاده، فقط ليقف عند جارته أوكرانيا. وبلا شك عين الرجل على ما هو أبعد، ولأجل هذا قبل بالتضحية بكل شيء تقريبا، ومؤكد أنه لن يقف عند هذا الحد. ومن المؤكد أيضا أن العالم وتحديدا الغرب والناتو لن يصمتوا كما فعلوا بأزمة أوكرانيا عن أي مغامرة جديدة لقيصر روسيا الجديد. فربما قبلوا التضحية بكياف، لكنهم يدركون أنه قد يتحول إلى ثور أبيض سيندمون على تركه يؤكل وحيدا. كذلك بوتين هو رجل مدرك بأمانة لمقولة شهيرة يتبعها معظم الدكتاتوريين المخلصين لدكتاتوريين، وهي أن من النادر ما يموت الدكتاتوريون في أسرتهم. فالرجل لم يخرج لمواجهة العالم أجمع وهو يفكر بالعودة، وهذا ما يقلق الغرب حد الأرق.